السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه blackshark.ai، دي منصة تخلي يبقى فيه تعلم آلي اللي عشان نفهم البنية التحتية للكوكب بتاعنا من خلال الصور الجوية والأقمار الصناعية الحديثة، فده هيفيدنا في صناعة البناء. هيديك معلومات من خلال الذكاء الاصطناعي، هيعمل لك نسخة رقمية وواقعية للمكان، ونقدر نستخدمه في التصور في المحاكاة البيئية المختلفة، في التخطيط العمراني، في رسم الخرائط، في خلق بيئات الواقع المختلط. فهو يقدر يساعدنا في ناس شغالة في قطاع البيم وقطاع السيم. فمن خلال الذكاء الصناعي هنقدر نحدد اللوكيشن بتاعنا، ونقدر نحدد المعلومات عن المكان، نقدر نعمل 3D Digital Twin للكوكب بالشكل ده. دي الشركات اللي شغالة بيه، بيقول لك ان انت الداتا تقدر تديها اسم من غير ما تكتب اي كود خالص، هو يبدأ يتعرف عليها، وتقدر تعمل خرائط ثلاثية الابعاد بسهولة جدا لاي مكان انت عايز تعمل فيه المشروع. وبدأوا يستخدموه حتى مع بعض الالعاب زي فايت سيموليتور، ما بعرفش العبها دي الانبوت، وبعد كده بيعمل الخريطة والبيئة كلها تبقى جاهزة بعد كده. ده من ضمن المواقع اللي تقدر تقول له انا عايز اتكلم مع احد العملاء، ويبدأ ان هو يديك الاسعار بتاعتهم عشان لو انت عايز تشتري نسخة. هو كده هيفتح لنا الفيديو. زي ما انت شايف في زي الانريل بدأ يستخدمه برضه معاه. دي الالعاب بقى، ممكن تحدد الأسطح اللي موجودة، تحدد المياه، تقدر تعمل دراسة بقى. أنا بيصور من خلال الدرون، فأتمنى تكون تجربة ممتعة معاكم إن شاء الله.